بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. هل آن الأوان ليتنفس الوسط الرياضي هواء نقيا؟ هل آن الأوان لينشغل كل منا بشأنه ويترك الآخر؟ هل آن الأوان أن تسود معايير القيم والسلوك الرياضي والروح الأولمبية لتحكم بين الجميع؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. ظني أنه لم يأن الوقت بعد. حرام عليك، لسه شوية. شوف لسه شوية، لكن بص يا أستاذ إبراهيم، نتمنى أن يأتي الوقت. قول استعرض وبعدين ليا كده كلمتين مزنوقين من المره اللي فاتت اللي ما جيتش فيهم عايز اقولهم. انت جاي توريهم العين الحمراء النهارده. لا، العين الحمراء ده ربنا يستر عليك. سلام. حلقه مهمه جدا يا جماعه في هذا التوقيت. اعتقد بكل اللي انتم شفتوه من التطورات الاداريه والاعلاميه والفنيه وحتى الجماهيريه اثبتت على حقيقه واحده. هو ده العنوان الرئيسي والعريض لحلقه الليله. وانتصرت قيم الأهلي. طوال الحلقة هتشوفوا قيم الأهلي في كل ملف من الملفات اللي هنناقشها، كيف أن الأهلي التزم ضبط النفس، كيف الأهلي حافظ على قيمه، كيف الأهلي تمسك بثوابته، ثم في النهاية كيف انتصرت قيم الأهلي يا باشمهندس.